أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. خلال الأيام الماضية وهذه الأيام أثارت صور تعذيب الفتى الصغير العراقي الصغير من قبل ما يعرف بقوات حفظ القانون في وسط بغداد، صور التعذيب هذه والإهانة وإهانة كرامته وتعريته وسط الشارع، و يعني توجيه السباب له بشتائم يعني أقل ما يقال عنها أنها بذيئة الحقيقة له ولوالدته. أثارت هذه الصور استياء العراقيين بشكل كبير جدا جدا، وهذه الصور فتحت الباب أمام أحاديث لمسؤولين كثيرين في العملية السياسية عن إعادة النظر في طبيعة وشكل القوات الأمنية في العراق، طبيعة مهامها وتصرفاتها. الغريب بالأمر الكثير من الدعوة إلى إعادة تأهيل أو ضبط القوات الأمنية تجاهلوا حقيقة أن هذه القوى الأمنية وطبيعة تشكيلها ومهامها وما ارتكبته من جرائم وانتهاكات كثيرة طوال 17 سنة من بداية تأسيسها عام 2003 لحد الآن. اللي قام بتأسيسها هي قوات الاحتلال الأمريكي، ودورها كان واضح لمساندة قوات الاحتلال، تهجيج الفتنة الطائفية، التغيير الديمغرافي، إشاعة الظلم والفساد والاستبداد والابتزاز في البلاد. هذا واقع كنا شهدناه وأهل العراق يشهدون عليه، وهذا ليس له علاقة لا بسني ولا بشيعي ولا بكردي ولا بعربي، هذا واقع شهده أهل العراق طوال 17 سنة وما زالوا يشهدونه. ومثل ما هو حال الحكومات المتعاقبة عندما تحصر في زاوية منذ عام 2003 لحد الآن، عندما تحصر في زاوية تهرب إلى الأمام فتبدأ بالحديث عن أنها تساند المظلوم وضد الظالم وستحاسب الظالم وأنها لا تقبل بهذه التصرفات، وكأن هذا الظالم ليس جزءا من منظومتها، ولم يأخذ والضوء الأخضر المشعول له يعني المفتوح أمامه لكي يمارس هذا التعذيب وهذه الانتهاكات هو ضوء حكومي، يعني هذا ليس منفصلا عنهم. فبالتالي لم نشهد لحد اليوم من 17 سنة لحد الآن أي مسؤول من هذه القوات قد تمت محاكمته على انتهاكات قد جرت، مع أنه الانتهاكات يعني عدد ولا قضية كبيرة جدا جدا لا يمكن تعدادها، يعني ملفاتها تملأ يعني صالات كبيرة جدا جدا، ملفات هذه الانتهاكات كبيرة جدا. فلكن هذا ما يحصل دائما. شهدنا رئيس الوزراء الحالي خلال هذه الفترة مصطفى الكاظمي يعني يدين هذه التصرفات ويسعى وينتقد هذا الذي حصل، وطبعا أجهزة الإعلام المطبلة وكتاب المطبلين للكاظمي أيضا روجوا لهذا الحديث ولهذه الصورة وصورة مقابلة الفتى الذي تم الاعتداء عليه وعلى أمه بالشتائم على أمه، وعندما قابل وعد بمحاسبة من أساء إليه وإلى أمه طبعا التي نالت يعني قسطا كبيرا من الشتائم الأقل ما يقال، مثل ما قلنا أقل ما يقال عنها أنها بديهة التي وردت على ألسنة من يدعون أنهم حماة للقانون. طبعا هذه قوة حفظ القانون شكلها شكلت في عهد عادل عبد المهدي عندما خرج التظاهرات في الأول من تشرين لمواجهة التظاهرات شكلها، وهي جزء من المنظومة الأمنية هذه الخربة التي أسست من الميليشيات، أسست بدون ضوابط لكي ترعى هذا المشروع ولكي تقمع العراقيين بالشكل الذي نراه اليوم. مارست التغيير الديمغرافي، مارست الابتزاز، مارست القتل والتغييب والتعذيب. هذه مناظر كثيرة كثيرة، ولا يوجد في بيت في العراق ربما لا يخلو من قصة كان بطلها هذه الأجهزة في الاعتداء على أحد أفراد هذه العوائل. القوى الأمنية كما معروف طبعا مثل ما قلنا شكلها الاحتلال، وهي مارست هذا الدور أمام أنظار الجميع طبعا ومن دون رقيب ولا حسيب، وكانت يعني ولا زالت يعني تشترك وتغطي على الاغتيالات، وحتى في تظاهرات تشرين
كانت هذه القوى الأمنية هي المسؤولة الأول والأخير عن كل الاغتيالات وكل الانتهاكات التي حصلت ضد المتظاهرين. يعني حتى في ساحة الخلاني، ساحة الخلاني عندما دخلت الميليشيات واحتلت جراج السنك وقتلت العديد من المتظاهرين ورفعت لافتة الخال مثل ما تعرفون، كانت القوات الأمنية قد فتحت لها الطريق لتفعل ذلك ورعتها، وكانت على والقوات أمنية أخرى كانت على مبعد خطوات على جسر السنك، لم تتحرك لمواجهة هذه الميليشيات، ويقتل ويخطف المتظاهرين أمام أنظارها وبرعاية هذه القوات الأمنية ومشاركتها، ولا أحد يتحدث. هذا ليس اتهام القوات الأمنية، يعني نحن نعرف ربما هناك أفراد فيها، ربما كثير منهم عراقيين يحبون العراق لا يريدون، لكن المنظومة في الأساس الإطار مالها مراد منه أن يتصرف هكذا، لذلك عليهم تغيير هذا الإطار. هذه حقيقة هي هذه، لذلك هذه القوات الأمنية لم تستطع ضبط الأمن في العراق منذ عام 2017 لحد الآن. الأمن مفقود في العراق لأنها لا تعرف مفهوم الأمن. مفهوم الأمن لديها هو زيادة أعداد المسلحين في الشارع، زيادة الانتهاكات، زيادة الاعتقالات والقتل والاستعراضات على المواطنين، وليس الهيبة والمحبة والاحترام بين المواطن والدولة. هذه دول كثيرة وعديدة في العالم لا تشاهد شرطيا واحدا في الشارع، لكنك تلمس أمنا في أعلى المستويات. نحن في العراق نشاهد مئات الآلاف من الشرطة والقوات والميليشيات في الشوارع، لكن الأمن مفقود. هذه الحقيقة، هذه القوات مارست التهديد، مارست الانتهاكات ضد العراقيين، ولا أحد قصرها فيما تفعل. هذه الحقيقة، صورة تعذيب الفتى أوضحت في ساحة التحرير مدى فقدان الأمن في العراق الحقيقة. أظهرت القوات التي من المفترض أن تحمي القانون وتحمي حقوق الإنسان هي من تنتهك حقوق الإنسان، وهي من تخرق القانون، وهي التي لا تحافظ على القانون، واسمها قوات حفظ القانون. مع الأسف أي قانون هذا الذي يقصدونه ويحفظونه؟ سمعنا كلاما أقل ما يقال عنه أنه مخجل بصورة دنيئة، لا يمكن سماعه، يخدش كل الحياة الحقيقة. لم نسمع منه كلاما، يعني لم نسمع مثله كلاما يمكن أن يقال من قوات أمنية وقوات موكلة إليها حماية المواطن وحماية أهله. هذا فتى صغير في ساحة التظاهر يعتقلون بهذه الطريقة ويصورون المشهد ويبثونه لكي يلزم الآخرين بالخوف. هذا واقع الحال، لكن صرخة العراقيين ربما ستصل إلى أبعد مما يتصورون. القوى الأمنية في واقع الحال الحديث عن أنه محاسبتهم، تغيير هيكلتهم، ضبطهم، هو محاولة ذر الرماد في العيون الحقيقة ليس أكثر. هذه القوات مسؤولة عن انتهاكات كثيرة، عن ضياع حقوق للعراقيين كثيرة، عن تغيير ديموغرافي، عن قتل، عن اعتقالات، عن تغييب، عن كثير من القضايا. هذه القوات تحتاج إلى ضبط الإطار من جديد، إعادة التشكيل، إعادة الرؤية بإطار وطني عراقي يحفظ للعراقيين كرامتهم ويعرف مفهوم الأمن. هذه هي الحقيقة المطلوبة. أشكركم وأترككم بخير، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.